أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الآخر: في حلف اليمين، هل يمكنني أن أعطي مبلغ 100 ريال لبعض المكتبات وأستلم إيصالا بذلك، علما بأنني مقتر ولم أتمكن من الإطعام والكسوة؟ نقول لا تكفي في كفارة اليمين، لأن الله نص على الإطعام أو الكسوة أو العتق، وإخراج القيمة لم يرد في الآية الكريمة. لكن إذا لم تستطع الكفارة بالمال فإنك تنتقل إلى الصيام، تصوم 3 أيام. قوله تعالى: كفارته يعني الحلف، طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفت. فإذا كنت لا تستطيع تكفير بالمال هذه الأمور الثلاثة فإنك تنتقل إلى الصيام 3 أيام. نعم. الله عليكم. ربما قصد إعطاء بعض الجهات التي تتولى الإطعام، بعض الجهات الخيرية. يقول أنا ما أقدر، ويقول في آخر سؤال: يقول أنا ما أقدر. ما يقدر على إيش؟ ما يقدر على الكفارة أو ما يقدر على التوزيع؟ الإطعام والكسوة. ما يقدر على الإطعام والكسوة يصوم 3 أيام. نعم. جزاكم الله. في آخر أسئلة يقول: وأما دفعها لمن يوصلها إلى المحتاجين إذا كان يثق، إذا كان يثق من هذا الشخص أنه يوصلها إلى أهلها، التوكيل في هذا جائز. نعم. أما إذا لم يثق أو لا يعرف الجهة أو لا يدري عن أمانتها وعن قيامها فلا يدفعها، لأن لا تبرأ ذمته لا بإيصالها إلى المستحقين. نعم.